السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا رابع؟ اليوم إن شاء الله سوف نكمل حل معاني المفردات والتركيب وحل الأسئلة. أول إشي رح نقوم بقراءة الدرس. يلا يا رابع مع بعض أنا وياكم. ضمادات الجروح: كثيرا ما يصاب أحدنا ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات، فيلجأ إلى استخدام ضمادات الجروح. فهل خطر لك يوما أن تسأل عن قصة اختراع هذه الضمادات؟ يعود الفضل في اختراع ضمادات الجروح إلى إيريل ديكسون، الذي فكر في طريقة لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزل، لتستغني بذلك عن الضمادات الكبيرة التي تغطي العضو المصاب كله. ألصق ديكسون قطعا صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف شريط لاصق، وأعدها لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة. فتمكنت زوجته بذلك من مداواة جروحها بسهولة ويسر. عرض ديكسون اختراعه على إدارة شركته، فرحبت به وعملت على تطويره حتى يناسب أحجام الجروح كلها، ووزعت المنتوج مجانا على الفرق الكشفية في أنحاء البلاد كافة ترويجا له. حظي ديكسون بتقدير شركتي ومنح ترقية بفضل اختراعه الذي انتشر في أصقاع الأرض وأصبح لا غنى عنه في الإسعافات الأولية. طيب خلينا نشوف معاني المفردات والتركيب. السؤال الأول: صل الكلمة في العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني. كدمات اللي هي إيش؟ أحسنتم. لفائف تربط بها الجروح أو الكسور. طبعا يا رابع قلمك بإيدك يمس وإيش وبتحل معي. خدوش أثار في الجلد دون إسالة الدم. ضمادات: أثار في الجلد ناجمة عن ضربة جسم صلب دون جرح. طيب السؤال الثاني: اختر من الصندوق كل كلمتين تقاربان في المعنى الكلمة في الأسفل واكتبهما في الفراغ. طيب خلينا نشوف الكلمات الموجودة عندي. أعد اختراع مداواة منحة. الكلمات الموجودة عندي هون أخذناها في الحصة الماضية معناها، بس هون بدنا نوجد كمان إلها معنى ثاني. خلينا نشوف بأعد. أعد إيش معنى أعد؟ إيش معنى أعد؟ جهز. تمام، خليني هيك أحط عليها دائرة عشان إني استخدمتها. اختراع: ما معنى اختراع؟ حكينا معنى اختراع ابتكار. مداواة: معالجة. منح: أعطى. منح: أعطى. طيب أنا بدي أشوف لأعد اللي هي معنى ثاني. هي أعد: حضر. اختراع اكتشاف. كمان اكتشاف. مداواة حكينا معناها معالجة، وكمان معنى الثاني تطبيب. منح: أعطى، كمان وهب. هدول مهمات جدا ولازم نحفظهم بالمعنيين يا رابع. تمام، طيب خلينا نشوف السؤال رقم ثلاث. اكتب في الفراغ أمام كل جملة معنى ما تحته خط مما بين القوسين. في عندي بين القوسين معقم، تطوير،
ترقية. بدنا نشوف كلمات في تحتها خط نشوف معناها. منح الجندي رتبة أعلى لكفاءته. رتبة أعلى بمعنى معقم؟ لا، تطويرا. ترقية رتبة، رتبة جندي بالجيش معناته ايش معناها؟ ترقية رتبة أعلى، ترقية. ب ربطت الطبيبة الجرح بقماش خال من الجراثيم. خال من الجراثيم معقم ولا تطويرا؟ ايش معنى خال من الجراثيم؟ معقم. جيم تعمل الشركات على تحسين منتوجاتها باستمرار. تحسين اللي هي تطوير. طيب رح ننتقل للأسئلة الفهم والاستيعاب. عندي اللي هي 5 أسئلة وإحنا بدنا نجاوب عليها. نقرأ السؤال الأول. ماذا يفعل أحدنا حين يصاب ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات؟ ماذا يفعل؟ يفعل أحدنا حين يصاب ببعض الجروح والخدوش يلجأ إلى استخدام ضمادات الجروح. يفعل أحدنا حين يصاب ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات يلجأ إلى استخدام ضمادات الجروح. السؤال الثاني. لماذا فكر ديكسون في اختراع ضمادات الجروح؟ فكر ديكسون في اختراع ضمادات الجروح لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في مطبخ المنزل. طيب سؤال 3. كيف ساعد ديكسون زوجته على مداواة جروحها بسهولة ويسر؟ ساعد ديكسون زوجته على مداواة جروحها بسهولة ويسر اللي هي ألصق قطع صغيرة من القماش المعقم النظيف على شريط لاصق حتى تكون إيش؟ سهلة. طيب بما حظي ديكسون لما عرض اللي هو اختراعه على الشركة حظي بتقدير شركته ومنح ترقية اللي هي ترقية رتبة بفضل اختراعه. طيب سؤال 5. اقترع عنوانا آخرا للدرس. لو اجيت تقترح عنوان للدرس غير ضمادات الجروح ممكن اللي هي اختراع ديكسون، او انت بتشوف اختراع اللي هو مناسب بالنسبة لك، عنوان بالنسبة لك مناسب. طيب هلا يا رابع رح ننتقل، خلينا نستخرج بعض القواعد المهمة الموجودة في الدرس عندي هون اللي هي خلينا نرجع نفتح صفحة 44 نستخرج أبرز القواعد الموجودة في الدرس. طيب ضمادات الجروح كثيراً هون عندي انتهت بماذا؟ تنوين
فتح، وزي ما انت شايف اضفنا الها ايش؟ الف. كثيرا ما يصاب، يصاب عندي ايش هي؟ فعل مضارع مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة، ما سبق أي حرف نصب أو أي حرف جزم، فعل مضارع مرفوع. أحدنا هون عندي همزة إيش؟ قطع. ببعض الجروح، الجروح عندي اسم جمع تكسير، من اسم مفرد جرح، جرح جروح. والخدوش أيضا جمع تكسير، طبعا الواء حرف عطف، جمع تكسير اسم من مفردها خدش، أو حرف عطف، حرف عطف. أو الكدمات، الكدمات أيضا اسم جمع إيش؟ مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. فيلجأ إلى حرف جر استخدامي اسم مجرور، اللي هي ايش؟ شبه جملة. استخدام اسم مجرور وهي مضاف، مضاف ضماداتي مضاف إليه. طيب اطلع لي هون، استخدام ضماداتي، استخدام عندي مضاف، ضماداتي مضاف إليه، تمام؟ اسم زائد اسم وإيش؟ نفس الحركة اللي كسرة وكسرة، تمام؟ طيب هون ضمادات الجروح، هون مضاف والجروح مضاف إليه، مضاف إليه، مضاف إليه، صح؟ ذاكرين المضاف المضاف إليه؟ طيب اسم زائد اسم وبتنتهي بنفس الحركة. طيب ضمادات يا رابع أيضا جمع، هلا ننتقل لها، معناته استخدام هون عندي همزة وصل، الجروح جمع ايش؟ جمع ايش؟ تكسير. فهل خطر لك يوما، فهل خطر، خطر فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. لك يوما أن حرف إيش؟ نصب. تسأل، يلا اعرب لي، تسأل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، عن حرف جر قصة، هون شبه جملة، حرف جر زاد اسم مجرور، اختراعي هون قصتي، هون طبعا حرف جر قصة اسم مجرور علامة جر الكسرة وهي مضاف، اختراع مضاف إليه، مضاف إليه. هذه اسم إشارة. الضمادات عندي اسم جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. يعود الفضل في اختراع ضمادات الجروح، اختراع طبعا يعود فعل مضارع مرفوع بالضمة، الفضل اسم فاعل مرفوع بالضمة، في اختراعي هون ايضا في حرف جر، اختراعي اسم مجرور وهو مضاف، ضماداتي مضاف اليه، الضمادات ايضا مضاف والجروح مضاف اليه. إلى إيريل ديكسون، الذي اسم، الذي اسم موصول، فكر في طريقة لمعالجة إصابات جمع مؤنث سالم زوجته. الهاء ضمير متصل يعود على من؟ زوجة مين؟ زوجة ديكسون، يعود على ديكسون. في أثناء عملها، الهاء هون ضمير متصل يعود على مين؟ على زوجة ديكسون. في مطبخ المنزل، لتستغني بذلك عن، أيضا هون ذلك اسم إشارة. الضمادات الكبيرة التي اسم
موصول تغطي العضو المصاب كله. ألصق ديكسون قطعا صغيرة اللي هي عندي هون نعت. القطع شو مالها؟ صغيرة. عشان كمان نراجعك شوي، قطعا صغيرة النعت حكينا بتكون نفس اللي هي الصفة، وبتكون نفس حركة المنعوت اللي هو قبلها اللي هي منعوت. قطعا صغيرة هاي نفس الحركة، تنوين الفتح تنوين الفتح. من القماش النظيف المعقم، أيضا هون المعقم نعت اللي هي صفة والنظيف منعوت. في منتصف شريط لاصق، شريط لاصق أيضا هون عندي نعت. وأعدها لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة. فتمكنت أيضا هون مضاف ومضاف إليه. فتمكنت زوجته بذلك من مداواة جروحها بسهولة ويسر. عرض فعل ماضي مبني على الفتح، ديكسون فاعل، اختراعه على إدارة شركته، فرحبت به وعملت على. طيب هون بس شوي، لأنه لي هون اللي هي من حروف النصب، لام تعليل اللي هي من حروف النصب، تستغني فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب. وعملت على تطويره حتى يناسب، حتى أيضا حرف نصب يناسب فعل مضارع منصوب. أحجام اللي هو جمع تكسير الجروح، أيضا جمع تكسير. ووزعت المنتوج مجانا على، هون شبه جملة، على الفرق الكشفية، مضاف إليه، في أنحاء البلاد كافة ترويجا له. حظي ديكسون بتقدير شركتي ومنح فعل ترقية بفضل اختراعه، هاي همزة وصل، الذي اسم موصول، انتشر همزة وصل في أصقاع الأرض وأصبح لا غنى عنه في الإسعافات الأولية. طيب هاي هيك استخرجنا اللي هي بعض القواعد، إن شاء الله تكونوا يمس كتبتوا معي، ويعطيكم ألف عافية.